شوف، للأسف الشديد بعض المسيحيين المواطنين يعني البلهاء يتمنون، للأسف يتمنون من كل قلوبهم يعني أنه مثلا الشيعة يسيروا بالبحر، حدا يحطهم بالبحر، يزتهم بالبحر، يخلصوا منهم. وهذا شعور الحقيقة يعني مؤسف، شعور مؤسف أو إحساس مؤسف أو مثلا نظرة أو فكر خطير، لأنه ربما يعتبرون أن الشيعة مثلا هؤلاء جماعة المقاومة، جماعة ملفلفين محجبين متدينين، مع أنه في كثير من التحرر في مناطق الشيعة يعني خاصة في الجنوب. الناس تشرب خمرة، الناس بتتسبح، الناس تلبس مايوهات، الناس وفي يعني فلتان، وفي حرية يعني، في فساد يعني كمان، مش انه يعني يا لطيف. بالرغم من هذا بتشوف في ناس تتمنى انه تتعايش مع الاسرائيليين بدل الشيعة. الشيعة مصدر قلق، الشيعة مصدر مزعج فعلا، بيتمنوا. ما لا، مش كل المسيحية طبعا، في نحن مثلا نحن نشعر ان المسيحيين اخواننا واحبتنا وابناء وطننا، ما فينا نعيش بلاهم. يعني انا مثلا ربيت في الراهبات، درست في الراهبات في الفرير مثلا، وكنت احكي فرنسي مثلا، وانا ابن مشايخ وشيعي وكذا يعني قبل الحرب كان الجو جميل، كان يعني ما في مسيحي مسلم سني شيعي، كان الجو يعني حلو ومنيح يعني كويس، ما كان فيها التعصب يعني هالكره والحقد وهالكل واحد بيطلع لك بسوري يسب لك ويعمل لك. فعلا في ناس تتمنى انك انت يعني تروح بالبحر، يعني يغرقوك بالبحر. ها، ولكن الذي هؤلاء لا يفهمونه انه الشيعة سبيحة. الشيعة سبيحة، يعني انه مثلا هولي شو بتزتهم بالبحر ما بيغرقوش، علقة بيتسبحوا وبيرجعوا، شو شو تعال فيهم، ما بقدر. هذه بلدهم، هذا وطنهم، هذا جبل عامل، شيء مهم يعني. تعلق الشيعة فعلا في لبنان، بلبنان وتاريخهم الذي يمتد من أول لبنان إلى آخره، يعني مرورا بكسروان وبجبال وبهذه الجبال كلها، كل الشيعة كانوا يسكنون هناك. لبنان ثلاث أرباعه كان شيعة، لكن يعني تغيرت هويتهم لأنهم خافوا من العثمانيين، خافوا من الصليبيين، خافوا من الفرنسيين. كانوا ملاحقين مطاردين لأنهم شجعان كانوا، ولا شك أن المسيحيون يعني أن المسيحيين كان منهم شجعان كذلك، واجهوا العثمانيين، واجهوا يعني في ناس واجهوا الاحتلال من المسيحيين، لا شك. نحن لا يعني لا ننكر هذه دائما الشجعان، لا ننكر شجاعتهم أو الأوفياء للوطن أبدا، مسيحي درزي شيعي كذا سني حي الله، المهم أنه وفي لوطنه، أنه شجاع. فهؤلاء الشيعة زدتهم بالبحر بيتسبحوا وبيرجعوا، بيغرقوش على رأي أستاذ نبيه بري، بيغرقوش. فحقيقة يعني إنه أنتم علقانين علقة، بيقول الشيعة كيف ما زتيتهم بطب واقفين، تحطهم بالبحر بيتسبحوا وكذا، بيرجعوا على ظهرهم سباحة.